تثمين البحث والمعرفة كان شعار الاحتفالات الخاصة بيوم الطالب الذي حظي ببرنامج احتفالي خاص بولاية سعيدة وبإشراف السلطات المحلية، حيث أكد والي الولاية سيف الإسلام لوح على أن هذه المناسبة فرصة لتذكر تضحية الطلبة الذين غادروا مدرجات الجامعة ورفعوا السلاح لمحاربة المستعمر، لتتواصل المسيرة من طرف طلبة الجامعة في الجزائر المستقلة لبنائها وتحريرها اقتصاديا. تأتينا كذلك يعني تلك المشاهد التي قدمها المجاهدون، وكذلك المجاهدون الذين التحقوا بصفوف الثورة وغادروا الجامعة من أجل استقلال البلاد. إذن هذا السلف لابد أن يكون كذلك له نفس التحيات ونفس الطموح من أجل تحرير البلاد، لأن التحرير السياسي ليس هو التحرير كله، لكن لابد من التحرير الاقتصادي عن طريق النخبة، لأن الجامعة هي نخبة النخب في كل الدول. إذا كانت هذه النخبة لها تطلعات ولها أهداف اقتصادية ولها أهداف كذلك سياسية، خصوصا ونحن نعيش في هذا الحراك الجديد الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى نظام اقتصادي وإلى نظام سياسي جديد يعود بالخير ويعود كذلك بالفائدة للمواطنين والمواطنات وكل طبقات المجتمع. أما بدار الثقافة مصطفى خلف فقد التقى والي الولاية بالأسرة الجامعية، حيث أشرف على البرنامج الاحتفالي المسطر من طرف الجامعة، كما كانت فرصة لتعريف والي الولاية بنشاط الجامعة في مجال البحث العلمي، أين كرم الوالي الطلبة الذين سجلوا أسماءهم في هذا المجال. على هامش عيد الطالب قدمنا وسلمنا شهادة التكوين في منحوس براءة الاقتراع مسلم من طرف المنظمة العالمية للفكرية بجنيف وسويسرا، اللي كانت مضية مرافقة بين السيد رئيس الجامعة وكذلك المدير العام للفكرية بجنيف السيد فرانسيس. هذا لتثمين البحوث والمعرفة استجابة للشعار الرسمي للاحتفالية 63 لعيد الطالب، وهي تثمين البحث والمعرفة. المكرمون من جهتهم ثمنوا المبادرة وأكدوا عزمهم على مواصلة البحث والتفوق. حاجة كي بدلت شوية على كيفاش نقولوا la vie étudiantine. Je remercie tout d'abord monsieur Nelly, président de bureau bleu, et je remercie قدموا بشكر جزيل أولا المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ثانيا السلطات الولائية لولاية سعيدة وكذلك لجامعة سعيدة. كما كانت المناسبة فرصة لتدشين بعض المشاريع التنموية، من بينها ملعبين جواريين بحيي البرج وبخلص، كما تم تكريم المجاهد الأخضر ولد قادم الذي يعتبر من أبرز مجاهدين ولاية سعيدة، والذي تم تكريمه اليوم من طرف الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وهو يعتبر ثاني مجاهد جزائري يكرم من طرف هذه الهيئة العربية.